أصدقائي، معاكم سامو. طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان، ففيديو اليوم يا أصدقائي وأخيرا راح نشوف شكل المدينة بتحديد زيرو جرافيتي. فراح يكون الفيديو اليوم يا أصدقائي نار وحماسي، فإذا تريدون تشوفون شكل المدينة بتحديد زيرو جرافيتي ضروري يا أصدقائي تضلوا للآخر على مود نشوف بعض الأشياء اللي ضافتها بيكاكس دي. اوكي يا اصدقائي، وايضا قبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا كثير لايكات وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وايضا تنشروا هذا الفيديو مع اصدقائكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يتحمسوا اكثر للتحديث. فيلا يا اصدقائي مستعدين نروح ونشوف الفيديو، فليتس جو. اول شيء يا اصدقائي يبلش الفيديو بشكل بيكاكس دي القديمة، يعني قبل لا تكون بيكاكس دي متطورة. طبعا شوفوا يا اصدقائي كيف كان شكل الروبوت، وشوفوا حتى الصالون الشعر ما كان، وشوفوا ايضا يا اصدقائي مكان الفواكه تغير، وايضا متجر اريل ما كان، وايضا شوفوا لون السماء تغير. وايضا يا اصدقائي كان هنا باب واحد، هسه في 3 ابواب. وهذا هو شكل المدينة في تحديث زيرو جرافيتي 2022 يا اصدقائي. طبعا شوفوا المدينة تغيرت بالاكمل، شوفوا لون السماء على هيك بنفسجي، وايضا ضايفين بيكاكس دي هذا الجواهر او الكريستال، وايضا ضايفين جزيرة جديدة شوفوا يا اصدقائي، وايضا ضايفين 3 طيارات او 2 ما ادري، لكن يا اصدقائي في هذيك السنة كانوا ضايفين واحدة فقط. ولو قربنا راح نشوف مكان الصندوق السري، لحظة راح اقرب لكم الشاشة. فهذا هو مكان الصندوق السري في زيرو جرافيتي، ولو حاولنا يا اصدقائي نقرب وبالضبط على لعبة مكان التزلج راح نلاحظ في 3 روبوتات. طبعا في هذيك السنة ما كانوا هذول الروبوتات، واللي لاحظته انه هذول الروبوتات موجودين على مكان الفريق الازرق فقط. يمكن يا اصدقائي هذا من فوزهم في هذيك السنة، ما ادري، اكتبوا لي توقعاتكم تحت في التعليقات. وفي نفس المكان يا اصدقائي الاحظ في حاجه صغيره مو كلش ظاهره، لكن اتوقع هذا الكاس الذهبي، وايضا موجود على مكان الفريق الازرق. فيعني هذا الكاس اللي كانوا الفريق الازرق في هذيك السنه فازوا فيه، فيعني يمكن احتفظوا فيه. فعلى حسب قول بيكاكس دي تقول بكره راح ينزل التحديث، فاكيد يا اصدقائي لما ينزل التحديث راح اصور لكم فيديو عليه. وبس يا اصدقائي هذا كان هو فيديو اليوم، اتمنى اذا عجبكم تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وبس مع السلامة، باي باي، سلام.